تكلم الله. علاش حيت كنقول، علاش حيت كنقول كلمه الحق فهمتي؟ انا قلت لك اشنو كاين وما كيحملونيش. علاش حيت كنقول كلمه الحق؟ كلمه الحق ما كيتبغاش، وانا غنبقى نقول كما قلت لك، غنبقى نقول كلام الحق حتى يورث الله الارض ومن عليها. شكرا شكرا. لا شكرا على وجهي. شكرا للشريف. لا شكرا على وجهي. واحد الدقيقه. الله يحفظك. مرحبا. خويا انت حارس السيارة؟ حارس ليلي خويا. حارس ليلي. اجينا اجينا اجي حدايا. انت حارس السوق. حارس لنا التفاصيل اشنو توقع في هذا السوق وعلاش شعلت العافيه؟ تفضل. خويا العافيه ماشي اول مره غتشعل، كاين الاسباب. الاسباب اللي كتكون اما كتلقى واحد كيطيب، هنا كينعسوا الناس. كيفاش كينعسوا الناس؟ هذا لوطيل. قلت لك هنا كاين الناس عندهم محلات كيكروا هنا لعباد الله لداخل. كاينين الناس هنا عباد الله كاينين عندهم محلات ما دايرينش التجاره، كيكروا من الناس فهمتي؟ كيكروا من الناس. فين شعلت العافيه؟ واش كاين الناس؟ لا هنا ما تهضر على البلاصه. هضرنا على البلاصه بلاتي. تهضر على البلاصه شعلت من العافيه. راه هضرنا على البلاصه. هضرنا على البلاصه. صبر انا معاك. تفضل. كمل كمل. خليني نكمل. واش شوف فين شعلت؟ كمل دو معايا. واش كاينين؟ كمل. لا قلت لي قلت لي هنايا. ما تهضرش على الناس. كمل اخويا اش وقع؟ كمل دو معايا انا صاحبي. غنسالي وندوي معاك انت. ها عندك حق الرد. كيسالوك. كمل اخويا كمل. كنسول فيك على البلاصه اللي شعلت العافيه. كيسولوا فيا واش ما بغيتوش. اسمع اسمع اسمع. ما بغيتوش الحق. ماشي ناوى. ماشي حق. اجي 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 غندير. قولي ما عاودنا لك ما بغيتوش تدوي. كنقول من الداخل. وانت كتهضر من البار. وكنقول من الداخل. من البار. كتهضر من البار. اجي اجي. انت اجي والحق اجي معايا اجي. خويا عساس عانا كينعسوا لداخل عباد الله. الله يحفظ الوالد. الله يحفظ الوالد. كمل اخويا كمل. عافين الشعلات عباد الله المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه. كمل كمل اخويا. شوف اخويا قلتي لي عاودين هذا الشيء اللي كاين. الاسباب ديال العافيه اللي كتشعل. العافيه شعلت في الاول الاسباب ديالها واحد كان لاعس لداخل. ديال اليوم الضوء. راه قلنا اليوم الضوء. اييه زيد. ديال اليوم قلنا اليوم الضو. احنا اللي سولنا شنو هما كيسولوا فيها الصحابه. ديال اليوم قلنا اليوم الضو. كمل كمل. الضو الضرب. صاحبي صاحبي خليني ندوي والله يرحم بوك. واش شغلك؟ غنسالي غنسالي وندوي معاك. انا ما ندوي. خليني نهضر معاك. كمل اخويا. قلتي لي يا خويا هاد الناس هادوك قبل ما قبل ما كنهضر غنقول. انت حارس هنا انت اللي متحمس. انا حارس ليلي. دوي قول اش كاين. انا حارس ليلي. قلت لي الاسباب اللي كتشعل العافيه هنا. اشنو كاين داخل ياك؟ قلت لي اشنو كاين داخل؟ قلت لك اودي راه هنا الناس كاينين الداخل هنا عندهم عكارين من الناس. هاد ملي قلت لك كاينين من الناس هما ما بغاوش ولاد الكلمه هذه. علاش كلهم هجموا عليا؟ كاينين الناس هنا كاينين ما كاينش اللي غيهجم عليك. قال لي السبب. فين كنت انت؟ انا حارس. انا هنا. فين كنت؟ انا هنا. فين كنت؟ انا هنا. علاش العافيه شعلت؟ شعلت العافيه عندنا البلبيه جاو ما لقاوش الماء. خلي دوي خلي دوي. ما لقاوش الماء. دوي معايا انا دوي معايا. ما لقاوش الماء. دوي معايا انا. دوي معايا انا. خدمت الله يرحم لك. وين مول المحل ما غوت لي ما بغاش يدوي. هو مول المحل دار الشارع ماشي عليه. كمل كمل اخويا. كمل. الله يرحم الوالدين. كمل اخو اش واقع؟ راه قلت لكم كلام الحق ما غايتبغاش. عساس هنا هذا. راه كان عساس. عساس 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 ملي. ها انا ملي. شكون اللي عساس البارح؟ هذا ماشي اللي وراقه ماشي. شكون اللي عساس البارح؟ وعساس شكون اللي عساس؟ بغيت نعرف شكون اللي كان شاد هنا البارح. ملي جاوبني. ملي كاين فينا وراك كاين حق. انت فينا هو العساس اللي عساس. اجي 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 معايا اجي معايا. كلم الحق ما كتقولش كلم. سير انا معاك سير سير انا معاك. تو ما غيدو معاك سير. هضر خويا. كمل اخويا اش كتباع في السوق؟ كلام الحق ما تيبغوش. كلام الحق ما تيبغوش هاد الناس. قلتها لي لهنا كاينين الناس كينعسوا لداخل. كاينين الناس كينعسوا لداخل. وقلتها للسيد المسعود ديال السوق شحال من مره. لان خبرتيه. خبرته. وشاو البوليس وداروا حمله وكيمشيو الناس وكيعاودوا يرجعوا. يعني كاين شي خروقات هنا. سولتيني على السبب ديال العافيه. هذا الشيء انا سولت. قلت لك شنو كاين؟ اييه مره عين واحد كيطيب داير طاجين. كلا الطاجين شعل هاد العافيه. وهما بروسهم قال لك شنو السبب اللي كيشعل العافيه؟ ها السبب شنو هو؟ السبب دابا العافيه شعلت هنا. قلت لكم السبب شنو هو؟ قلت لكم راه الضو. وضرب الضو عند الباب البارح.
عيطنا للسيد انا خبرتيه قطعوا الضو صيبوه بالعشيه هاتوا ما كشتوا الكارثه واش الحق واش هاد الناس هادو الحق ما باغينوش شكون غنقول لهم شعل الضو اشعل العافيه كيفاش على العساس كاين حنا اربعه العساسه كاين رشيد وكاين سعيد وكاين عبد المدن ابراهيم وكاين عليبه راه مسافر خلي بلاصتي واحد حنا اربعه حنا كنت حنا نسوي لنا الصوم هاد السيد يقول لي انت كاين حنا اربعه العساسه جوج هنا وجوج هنا سولتيني على كيفاش كتشعل قلت لك شنو كاين فهمتي هاد الناس هادو ما كيبغوش هاد الشيء الحق ما تيتبغاش شنو توقع عاوتاني في هاد السوق قول لي خويا كما قلت لك كاينين الناس اللي داخل ناعسين لداخل ما بغاوش هادشي هذا في السوق لوطي ولا هذا ما بغاوش فينا في راي ناعسين لداخل ما بغاوش هادشي هذا هادشي حاج انا كنقول الحق بغيتو الحق كاين خويا الناس كاين الناس كينعسوا لداخل دخلوا معايا نوريكم الناس كينعسوا دابا يلا ياك انتو ما كاينش لا في راي في الناس ياك انتو ما كاينش ياك انتو ما كاينش ما كاينش عبد الله كاين نعسونا نهار شعلات العافيه نهار شعلات العافيه داخل شكون شعلها ما شعلوش الناس كينعسوا تما باش ما كتقولش الحق الحق علاش ما كتقولش علاش عيط البولمية جاو البولمية جاو البولمية عيط البولمية ما كاينش الماء ما كاينش الماء الماء ما كاينش هاد الناس هادو هانتوما كتشوفوا الحق ما باغي واحد حتى شي واحد كيقول لك علاش عيط البولمية كاين تحقيق كاين الشرطة العليا كاين كلشي راه ماشي هادشي فين لعب لا ترد ليا انا نتحمل المسؤولية ديالي امام الله هما الناس لا انا كلام الحق ما تيتبغاش انا كنقولها وكنعاود نقولها كلام الحق ما تيتبغاش هاد الناس مني قلت كلام الحق كاين اللي تقبلها كاين اللي ما تقبلهاش نازي عاود قول قول اش قلت بنادم ما عندوش غير شي غيسكت وعلاش ها لا اسمح لي واش الفرافيرا واخا تدخل معايا دابا خلي نتفق معاك عموما من المريض غندخلوا لا فيراي الناس ناعسه في لا فيراي على فلافيراي دابا ما تنتعادش دابا غندخلوا لنا دابا الناس مرحبا مشي معاك دابا يلا قدام الصحاب ندخلوا دابا انا معاك يلا ممكن تمشي معايا دابا ممكن دابا راه كاين الحريق دابا راه ما في غتدخل دابا انا متفق ما كاينش شوف 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 الله يرحمك شوف شوف كلام الحق انا قلته مرحبا كلام الحق الاخوان انا قلت لكم فهمتي هاد الناس ديروا لي هاد كيما قلت لكم راه ما غيبغوش الحق سير هاد شويه الله يحفظك صافي واخا كلام الحق غيتحرك كمية دابا قلت شي حوايج راه غنتصوروا كمية قلت شي حوايج اللي ما بغونيش نقولها لا كلمة الحق راه لا لا غنقول لك قلت شي حوايج ما بغونيش نقولها حيت قلت لكم كتباع المخدرات هنا ما بغونيش نقولها حد يقول كتباع بوفا هنا ما بغاش نقولها حد يقول كاين الفساد هنا ما بغاش نقولها قلتوا لي السبب ديال العاده كيفاش كتشعل قلت لهم السبب اللي كاين انا ملي غتسولني الصحافه وما غنقولش كلام الحق علاش غنمشي علاش غنمشي انا نهضر معاك ولا تهضر معايا علاش صح كلام الحق راه هو هذا بغاو كلام الحق راه هذا الشيء اللي كاين ما بغاوش كلام الحق شغلهم هذا فهمتي يا مشاهدينا الكرام سمعتي مشاهدينا الكرام مشاهدي